السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا جو سنايبر لكم بفيديو جديد وفي هذا الفيديو راح نشرح تحديات 14 يوم من الصيف اوكي بس قبل ما نبدا لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس خليكم مع المقطع اوكي مثل ما انتم شايفين نزل التحدي الرابع من 14 يوم من الصيف واليوم راح نشرح التحدي والتحدي مطلوب منك انك تشكر سائق الباص خمس مرات وتوصل توب 20 بنفس الجيم في جيم مختلفه يعني تدخل خمس ايام في كل جيم تشكر راعي الباص وتظلك لتوب عشرين لو وصلت توب عشرين وتحت راح ينحسب لك التحدي او كنت فوق توب عشرين مش راح ينحسب لك لازم نسويهم في الجيم مختلفة يعني في كل جيم تدخل تشكر راعي الباص وتوصل توب عشرين وهيك بتخلص التحدي وعشان تشكر راعي الباص كل عليك تكبس الحرف اللي بيعطيك ايموت يعني مثلا لو انت عندك اياها الت اكبس الت وراح تشكر راعي الباص وبس يا اصدقائي أنا هنا بكون وصلنا نهاية الفيديو ان شاء الله تكونوا استفدتوا ان شاء الله كل ما ينزل تحدي راح انزل فيديو عشان يوصلك الفيديو اشترك في القناة وفعل الجرس ولا تنسى اللايك مع السلامة